دكتور أيمن رقب، أولا مساء الخير يا فندم. مساء النور أخي أحمد، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. ماذا حمل الوزير عباس كامل للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية؟ يعني أولا نحن يعني نشكر مصر أنها وقفت معنا بالفعل ولا بالقول كما يفعل الكثيرون، والقيادة المصرية طبعا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم منذ اليوم الأول لحق دماء الشعب الفلسطيني، وكانت إنجاح التهدئة. بصراحة هناك طبعا الزيارة التي تكون هي الأولى من نوعها للسيد الوزير عباس كامل التي زار الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم في طبعا في شكل مهيب كما تحدث أخي أحمد، قطاع غزة التي تزينت بعلم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه رسالة واضحة للجميع أن مصر تعافت الحمد لله، مصر تقود المنطقة بشكل كبير جدا، مصر تعتبر أن القضية الفلسطينية قضية أن نقاوم. بصراحة هناك خمس ملفات مهمة جدا تحرك بها الوزير عباس كامل. الملف الأول هو ملف تثبيت التهدئة بين قطاع غزة أو فلسطين بشكل عام والاحتلال الإسرائيلي، وأنا أعتقد أن هذا الملف يسير بإنجازات كبيرة جدا. الأمر الثاني صفقة تبادل الأسرى، وأنا أعتقد أن الأمر قد أنجز في هذه الزيارة وفقط بقى بعض الرطوش تتم في القاهرة. صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه سيطلق مئات لم يكن أكثر من ذلك من الأسرى الفلسطينيين الذين يصل عددهم قرابة 5000 أسير في سجون الاحتلال. هل فعلا في حديث عن أكثر من 1000 أو قرابة 1000 تقريبا؟ يعني الحديث أكثر من 1000. هناك رقم تحدث عنه يحيى سنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والكثيرون ذهبوا أن هذا الرقم هو رقم الأسرى الذين تم الاتفاق عليهم 1111، ولكن يعني لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن الرقم يتجاوز طبعا المئات، قد يصل يتجاوز 1000. الأمر الملف الأهم أخي أحمد هو المصالحة الفلسطينية، واللي أشرت له خلال مقدمتك، المصالحة الفلسطينية التي يجب أن تنجز. صحيح أن كان هناك اقتراحا مصريا لإجراء الانتخابات ووضعت بناء عليه طبعا مراسيم رئاسية، ولكن عطلت لأن الاحتلال منع إجراءها في القدس، وهذه السبب للأسف لم تعالج الفصائل في طبعا لقاءات التي تمت في فبراير ومارس الماضيين في القاهرة. أمر مهم جدا أن مصر تريد أن تعالج الملف، لأن هناك بجانب طبعا الأمر الداخلي هناك ملفين مهمة جدا مصر تستعد للإعداد إليهم. أول شيء مؤتمر إعمار القطاع غزة، وأنا شاركت في مؤتمر الإعمار السابق 2015 في القاهرة، ومن منع طبعا تنفيذ هذا الإعمار هو الاحتلال نتيجة منع إدخال المواد الخام. في هذه المرة مصر سترسل شركاتها، أي أن مصر ستدخل المواد الخام، وهذا نعتقد تحدي كبير جدا لم يكن بالسابق، وهذا هو الأفعال كما أشرنا. المؤتمر سيعقد أعتقد في غضون شهر بحد أقصى، وهذا بناء عليه سيتم دعوة دول كثيرة جدا. ما تم الاتفاق عليه هو تشكيل لجنة برئاسة مصر والأمم المتحدة وممثل من السلطة، وهذا طبعا حماس رفضت ولكن وافقت على ذلك في النهاية. الهدف هو إعمار قطاع غزة. الملف الأهم واللي أنا أعتقد أنه بعيد تدريجيا عن الحدث الحالي وهو الملف السياسي. لابد من ترتيب بيتنا الفلسطيني، لأن الملف السياسي يعني عقد مؤتمر دولي للسلام، تسعى مصر لترتيبه مع كل الأطراف لأن يكون مؤتمر ناجح، ليس كمؤتمر فرنسا الذي عقد عام 2016 و2017 وفشل. مصر تريد أن تنهي هذا الأمر. مهم أخي أحمد كما شرط أن غزة تعيش في غلاف الأمن القومي المصري، مصر تعتبر أن القضية الفلسطينية قضيتها وترتب كل الأوراق على من أجل أن تكون هذه المرة هي آخر الحروب على قطاع غزة، وفي نفس الوقت آخر جولات المصالحة. هناك استشراف لخطر كبير جدا، إن لم ينتبه القيادات الفلسطينية فأنا أعتقد الأزمة ستكون كبيرة جدا، ومصر تحاول أن تسابق الزمن لترتيب البيت الفلسطيني. نتمنى من الفصائل التي ستجتمع في القاهرة، أتمنى أن يكون هناك حتى ممثلين عن القوائم التي كانت تستعد للانتخابات ولكن عطلت لأن لها قواعد شعبية، ولكن بغض النظر عن كل ذلك نحن واثقون في مصر، واثقون في القيادة المصرية الحريصة على الشعب الفلسطيني وعلى مصلحته، ونتمنى أن تنجز كل هذه التطلعات خلال الفترة القادمة. النهاردة سيادة الرئيس يعني طلب من حضراتكم أنكم توحدوا صفوفكم ويكون في يعني زي ما بيقول كده منظمة التحرير الفلسطينية، يعني كله تحت يعني نترك المسميات ونكون حاجة واحدة بس هي منظمة، نعود إلى منظمة التحرير الفلسطينية. هل ده وارد؟ هل هناك من سيفشل هذه الدعوة؟ وبالتالي الهدف النهاردة عايزين الجميع يتناسى
فكرة أنه هنا أو هنا فصائل ونعود مرة أخرى تحت يعني سلطة واحدة أو علم واحد. يعني نحن نتمنى ألا يكون هناك لاعبين إقليميين يفسدوا هذا الجهد، ونتمنى أن يكون وعي طبعا فصائل، لأن الشعب الفلسطيني واعي. الشعب الفلسطيني الذي رفع علم مصر وصور الرئيس اليوم هذا شعب واعي، الشعب الذي هتف لمصر هو شعب واعي، ونتمنى أن تكون الفصائل بحجم هذا التحدي وألا يرهن أي منهم إلى أي دولة إقليمية. أنا أعتقد أن مصر في عام 2005 أخي أحمد دعت الفصائل لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يحدث الانقلاب، قال أن تحدث كل هذه الأزمة، ولكن أيضا في حين الفصائل الفلسطينية أفسدت هذا الدور المصري الآن، وهذا طبعا إحقاق للتاريخ، ونريد أن نحدث فقط بعض التقاربات. من بدأ وأعلن عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية في عام 64 والرئيس المصري جمال عبد الناصر، وطلب أن يكون هناك بيتا لكل الفلسطينيين. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في نفس السياق يطالب أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية لتكون بيتا لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، وأن تنضوي تحت المنظمة حركتي حماس وجهاد الإسلام وكل الفصائل التي طبعا لها دور في الشارع الفلسطيني. نتمنى أن ينجح هذا الجهد وأن يرتب وأن تعود إلى اتفاق القاهرة عام 2005 الذي بناء عليه وضعت طبعا أسس إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. البعض طبعا يرى أن الانتخابات هي الأفضل، وأنا أعتقد أن الانتخابات جيدة، ولكن لسنا ناضجين لنستطيع أن نجري انتخابات في الداخل والخارج، خاصة أنه في بعض الدول قد يكون متعذر علينا إجراء الانتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهم شيء أننا نتفق أن نتجاوز الماضي، قرار الأغلبية هو القرار الذي يجب أن نحتكم إليه، وقرار الأغلبية هو داخل البيت الفلسطيني ليس خارجه، ألا نرتبط بأي أجندات خارجية، وأن تنتصر هذه الفصائل لتضحية شعبنا الفلسطيني. دكتور أيمن، بصراحة هل اللي بيحصل في إسرائيل النهاردة أو من امبارح، يعني الأحزاب المعارضة نتنياهو محاولة تشكيل حكومة، هذا الأمر ممكن يؤثر على ما جرى اليومين اللي فاتوا، ولا هم كمان لهم مصلحة في الهدوء والاستقرار والمصالحة؟ يعني ما يحدث داخل دولة الاحتلال موضوع آخر أخي أحمد. هناك طبعا كتلة لا نتنياهو هي كتلة يعني قد تقترب إلى تشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة، لأن المهلة تنتهي يوم الأربعاء، وقد يفشل في ذلك، لأنه أنت تتحدث عن أقصى اليمين وأقصى الشمال، أقصى اليسار عفوا ميرتس وأقصى اليمين جدعون سعر، فالطرفين هدفهم فقط هو أسقاط نتنياهو. وأن أسقطوا نتنياهو فإن الحكومة ستتفكفك، وأي أزمة سياسية ستواجههم ستفككون، لأنه في النهاية هذه الحكومة ستشكل بدعم من القائمة العربية المشتركة التي لن تشكل في الحكومة، ولكنها ستدعمها من الخارج. ولو كان هناك تعرضا لأي حرب ستقودها حتى لو كان نفتالي بنت هو رئيس الحكومة، فهذه الحكومة ستنهار، وبالتالي أنا أعتقد هذه الحكومة فقط هدفها هو إسقاط نتنياهو، ونتنياهو يحاول بكل الصور ألا يخسر طوق النجاة الأخير له من خلال طبعا بعثرة أوراق كثيرة جدا داخل الأحزاب الإسرائيلية. وأعتقد أن ما حدث في قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم نرى تأثيره على صعيد السياسيين داخل دولة الاحتلال، الذين طبعا تورطوا بشكل كامل في الحرب، إن كان بيني جينتس أو نتنياهو أو حتى أفيف كوخافي، جزء كبير جدا منهم ينتمي إلى حزب أزرق أبيض. ولكن أنا أعتقد أن ارتدادات ما حدث في غزة وجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا الفلسطيني ب 15 ألف غارة على قطاع غزة خلال 11 يوما، ورأينا طبعا استشهاد 66 طفلا، وحتى جريدة هآرتس نشرت ذلك، والكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي هو كاتب يساري تحدث بشكل واضح في مقالاته قبل عدة أيام أن على اليهود أن يرحلوا إلى أمريكا، فأن هذه المنطقة لا تشبههم والأمريكان يشبههم. هذه ململة داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن هذا لم يؤثر على السياسيين، قد يؤثر على المجتمع الإسرائيلي، وقد نرى طبعا ارتدادات ذلك في انتخابات الإسرائيلية القادمة. دكتور أيمن رقب، أشكرك شكرا جزيلا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.